البحث العلمي وما بين الجامعات المصرية أو تحديدا جامعة النيل. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ عز وجل، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك فندم، أهلا بك. لأي مدى التعاون ما بين حضراتكم كبحث علمي وما بين الجامعات المصرية تحديدا، هنا بتكلم النهاردة بجامعة النيل؟ طيب أنا بشكر حضرتك وتحياتي للدكتور طارق والهبة، مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير دكتور. استاذ ازي حضرتك؟ هو طبعا اكاديميه البحث العلمي هو استاذ حضرتك نعلي الصوت شويه بعد اذنك. ايوه اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا هي دورها انها تساعد كل الجامعات المصريه وكل مؤسسات البحث العلمي في مصر، سواء كانت جامعات حكوميه او اهليه او خاصه او مراكز او معاهد بحثيه. نعم. فاحنا احنا 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 وظيفتنا ان احنا نخدم الجامعات ونخدم مؤسسات البحث العلمي. الخدمة دي بتكون في شكل ايه؟ اما في تخطيط استراتيجي وتحديد اولويات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، اللي هو زي ما بيقولوا كده الناشنال ثينك تانك، هو الاكاديمية او بيت الخبرة الوطني في مجال البحث العلمي. فبيبقى في جزء تخطيط ودراسات وما يشمله من تقييم اداء مؤسسات البحث العلمي، قياس مردود الاستثمار في البحث العلمي الى اخره، بالاضافه الى تمويل المشروعات المختلفه. وطبعا يعني تعاوننا مع جامعه النيل بالتحديد، طالما حضرتك بتتكلم عن جامعه النيل، فاحنا بنعتبر جامعه النيل بتسد فجوه في منظومه العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لها دور فريد ومتميز جدا ومش كتير من الجامعات. طب هايل، هل معنى كده ان احنا ممكن نشهد براءات اختراع قريبا؟ طبعا طبعا طبعا، يعني اللي انا عايز اقول طبعا إن يعني ده وعد، يعني واضح ان في امل جداً. موجود. طبعا طبعا في امل موجود، واحنا سنويا عدد البراءات الصادره المصريين في ازدياد مستمر، يمكن الزياده مش هي المرجوه لكن في زياده وفي تحسن يعني. وحتى كمان ده يمكن دكتور طارق وهبه يقول لحضرتك، احنا كمان برضو سنويا عندنا زياده مضطرده في عدد الشركات التكنولوجيه الناشئه، في عدد الحاضنات، في فكر الابتكار ورياده الاعمال. واللي جامعة النيل حقيقي بتعمل دور كبير جدا في التعليم، كمان التعليم في المجال ده يعني بينقصنا في إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في التسويق التكنولوجي، في الملكية الفكرية. أي. عارفة حضرتك إن إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار هو علم ولازم الناس تكون طبعا دارسة. طبعا يعني دكتور محمود، براءات الاختراع اللي ممكن ننتظرها للظهور قريبا في مجال إيه؟ والله حضرتك إحنا عندنا في مجالات مختلفة، يمكن في مجال الزراعة عندنا زراعة. حاجات كويسة، حاجات الزراعة والغذاء عموما عندنا حاجات كويسة جدا. في مجال معالجة المياه وتحلية المياه عندنا حاجات كويسة. طبعا في التكنولوجيا المعلومات ده كل البراءات اللي طالعة دي اللي أنا أتمنى نسمع عنها قريب قوي، يعني نتكلم في قد إيه وتطلع براءات الاختراع دي فندم؟ والله هو في حاجات موجودة بالفعل، إحنا بنتكلم إزاي الحاجات دي تتحول إلى منتجات في الأسواق، يعني هو ده دايما. ما أنا لما كنت هعرف يعني من حضرتك التوقيت أقول لك يبقى ده على طول هيتطبق يعني فيما يخدم المجتمع المصري. يمكن إحنا الناس مش حاسة قوي بعائد ملموس من البحث العلمي في الفترة اللي فاتت، لكن وعد إنهم هيبتدوا يعني حقيقة بجد هيبتدي يبقى في منتجات تكنولوجيه صنعت في مصر، او على الاقل نسبه مكون محلي فيها لا تقل عن 60-70%. هتزيد عدد الشركات التكنولوجيه الناشئه، هتزيد عدد فرص العمل التكنولوجيه في مصر. يعني كانت الفتره اللي فاتت هو محاوله لتهيئة بيئه مشجعه للبحث العلمي في مصر. تمام. اعتقد ده جه الوقت بقى اللي احنا نقول للمجتمع وللصانع القرار ونقول للعالم والعالم كله طبعا، نعم، ادي مخرجات البحث العلمي في مصر بدات تبان، الجامعات بتاعتنا اللي احنا بنفخر بيها جدا، واكرر جامعه النيل بتسد فجوه في منظومه التعليم العالي في مصر. ايوه. والدكتور طارق عارف انا عايز منه منح تدريبيه قد ايه للناس، برضه بأكد على دي. احنا سعداء باللي احنا وصلنا له. بيقول لحضرتك يعني تحت امرك يا دكتور محمود. والله يا عز بقى خليه كلام مظبوط مكتوب. بلاش الكلام اللي هو فضل مجالس ده، عايزين شغل على الارض يعني يحصل. طب طلباتك ايه محددا؟ طلبات حضرتك ايه بشكل محدد من دكتور طارق؟ بس انا برضو انا بقى لي 3 ايام يا جماعه بقول نعلي الصوت. اتفضل دكتور محمود. يعني لا، نحتاج ايه تحديدا؟ تهربش من السؤال. السؤال ان احنا طالبين طبعا، طالب من دكتور طارق بقالي فتره كده كم منحه لتدريب شباب في اداره العلوم والتكنولوجيا والابتكار. طب دي سهله يا دكتور طارق،
يعني يا دكتور محمود مش طالب طلب قوي يعني، هو طالب كم منحه بس. الدكتور محمود هو اللي بيمول ال ده رماها عليك يا دكتور محمود. لا 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 رماها عليك، يبقى معنى كده انه يعني بيعتذر بشياكه. لا 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 ازاي؟ لا 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 ان شاء الله الدكتور طارق هيدينا كم منحه. سعداء جدا بالتعامل مع اكاديميه البحث العلمي الحقيقه يعني، والدكتور محمود كان يعني بيساعدنا كتير في يعني في نشر الفكر. ده لا يمنع انه محتاج منح. ده تحديدا المنح. احنا خلينا في الموضوع بيقول لحضرتك المنح موجوده يا دكتور محمود. طب خلاص انا وبلغني بقى لو ده حصل يعني، حضرتك قول لي لو ده حصل يعني. انا بتمنى انه البحث العلمي في مصر، البحث العلمي في العالم كله هو عمود اي دوله، وحضراتكم طبعا كلكم عارفين ده اكتر مني، وده الاساس اللي بيلعب عليه العالم كله فكره البحث العلمي. فاحنا محتاجين فعلا مزيد من الشغل والاهتمام فيما يتعلق بالبحث العلمي. بشكرك دكتور محمود، شكرا جزيلا دكتور محمود صقر، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.